أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. نرحب بكل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج على الهواء مباشرة بصحبة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا مولانا. بارك الله فيك. نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن كثير من النقاط المتعلقة بحقوق الوالدين، ونحن نعلم مشاهدينا الكرام أن الإنسان راعي ومسؤول عن رعيته، وبالتأكيد نحن بنسعى إنه أولادنا يبرونا ونحن أيضا نبر أبائنا. لذلك يا مولانا، نحن نعلم إنه الإنسان لما يزرع زراعة يجب أن يراعيها ويحفظها حتى إنه يضمن نتائجه ويضمن حصاد ما زرع. نحن نعلم إنه يعني زول لو حكم بدايات الأشياء بيضمن نتائج جيدة، وكذلك الأبناء هم استثمار حقيقي للدنيا والآخرة. كيف نضمن حقوق أبنائنا ونربي أبنائنا تربية جيدة حتى إنه يكونوا في النهاية هم أبناء صالحين؟ نعم. فعلا. قال تعالى، نبدأ بالآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا نداء خاص لعباده المؤمنين خاصة، ومعناته يا معشر المؤمنين احفظوا نفسكم وأهلكم، أو والأهل قال يشمل الأولاد والبنات والزوجات وكل الأهل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، احفظوا نفسكم وأهلكم من نار وقودها الناس والحجارة. الناس الكفار، والحجارة الأصنام اللي بيعبدوها دواقود جهنم. أحفظوا نفسكم من النار دي. والعلماء قالوا معنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقالوا الأهل يشمل الأولاد والبنات والزوجات والأهل، نحفظهم قالوا بشنو؟ بتعليم أمور دين، ونحسهم ونأدبهم من هم صغار يشبوا على طاعة الله، يشب على الصلاة، على الصيام، على الصدق، على العفة، على النزاهة، على الأمانة، على مكارم الأخلاق. لما الولد والبيت من هم صغار من نعمة أظفار، نعلم نأسس فيهم معرفة الله والتمسك بالدين، بيشب عليه كده. زي ما عندنا مثل سوداني يقول لك: من شب على شيء انشاب عليه. وبعدين كالولد ده لما نحن نعلم العلوم الدينية بجانب العلوم الأكاديمية، نحن محتاجين للعلوم الأكاديمية لرفعة السودان، والإنسان ما بيقدر يشق طريقه في الزمن ده في المعيشة إلا يكون متعلم. وكمان بجانب العلوم الأكاديمية نعلمنا العلوم الدينية عشان يشب على طاعة الله. والولد ده البد لما يشب على طاعة الله مع قلوب عمران بنور القرآن بذكر الله بالأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يشب على طاعة الله، ينفعون في الدنيا والآخرة. ينفعون في الدنيا بيدعو لنا، وعملنا الصالح في الدنيا ده ذاته عندنا منه نصيب. ولما نرحل للدار الآخرة بيدعو لنا. والعلماء قالوا أي عمل صالح تعمل البيت يعمل الولد، اللب واللم حيين ميتين عندهم نسبة من عمل الولد ده، لأنه الولد الصالح والبيت الصالحة تعتبر صدقة جارية قائمة بذاته بالنسبة للوالدين. زي مثلا أبو بنى لمسجد، أي ذول دخل المسجد صلى الأذان أذن الثواب للناس اللي بنوا المسجد. كذلك الولد ده أسسناه زي ما أسسنا المسجد بالطريقة الصحيحة، وطلع ولد شاب بيت شابة متدينة بتصلي بتصوم، أي عمل صالح تعمله نحن عندنا منه نسبة. وبعد الموت دعوا لنا عندنا نسبة، ما دعوا لنا عندنا نسبة. ونضرب لنا مثال، أسن نحن صلينا الجمعة لا جمنا سير تمنا ولا جمنا سير تبونا، أبونا وأمنا عندهم نسبة من صلاة الجمعة صليناها دي، وهكذا لغاية ما نموت. أي عمل صالح نعمل اللم واللبو عندهم نسبة، لكن عاد اللب واللم دي ما علموا ولدنا الصلاة ولا بيتهون، طلع الولاد تاركين صلاة، يبقى ما حنستفيدوا منهم. نعم. نحن نأخذ أول مكالمة هاتفية في هذه الحلقة من أبو ضياء السعودية. يا مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم تفضل. بارك الله فيك.
حبيبي هل مدح الرسول عليه الصلاه والسلام اي هل هو يجوز ولا لا يجوز؟ شنو؟ مدح الرسول هل يجوز؟ مدح الرسول نعم اي كويس نعم. في اي سؤال ثاني؟ العهد الكبير العهد الكبير للرجل نعم العهد الكبير للرجل هل هي حرام ولا حلال؟ كويس كويس العهد السري بس نعم نعم. طيب يا حبيبي عندي سؤال انا مشيت تحت مرضى كويس وملص الاحرام قبل ما احلي ونسيت طبعا ملص الاحرام قبل ما تذكرت ملص الاحرام وقصرت هل فيها شيء ولا ايوه نعم شكرا قصر قبل ما يلبسها قبل قبل ما يطلع الاحرام ايوه كويس مش كده يا ابو ضياء طيب لو معنا حسب نعم قلت سوينه السؤال الاخير ده خلاص حسب ما فهمناه انه هو قصر قبل ما يطلع الاحرام كويس السؤال الاول اللي هو الاول قال هل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الرسول عليه الصلاه والسلام نعم نمدح ربنا اثنى على نبينا قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم وقال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ده كل سنة من الله لنبينا عليه الصلاه والسلام عزيزي. وربنا قرن اسم الرسول عليه الصلاه والسلام مع اسمه في الاذان والصحابه مدحوا الرسول عليه الصلاه والسلام حسان بن ثابت وكعب بن زهير في قصيدته الطويله بان السعاد ومدح الرسول عليه الصلاه والسلام كثير يعني لما نرجع للسيره كثير الصحابه مدحوا الرسول بحضرته ما استنكر حتى كعب بن زهير لما قال قصيدته المشهوره بان السعاد الرسول عليه الصلاه والسلام اداه البرده بتاعته البرده دي فضل محتفظ بها حتى معاويه بن ابي سفيان دفع عليه الاف عشان يبيعها يشتريها من ابا بعد ما كعب بن زهير مات بعد ذاك الخلفاء اشتروها بقوا يتوارثوها ويبقى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جائز ومستحب وثواب عظيم هو يمكن لو في خلاف بيكون في الكيفية ايوه بس نحن نقول المدح كمان ما يكون يعني نمدح الرسول في حاجة ما عنده يعني الحاجة الرب اللي وصف بها نفسه وربنا وصفه بها نمدح بها لكن ما نزود نجيب حاجات ما ورد في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا هو بيسأل من العادة السرية طبعا العادة السرية دي العلماء الحقيقة ناقشوا فيها زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدو ما كان الصحابة بيستعملوها ولذلك ظهرت في العهد الأخير ده وهنا العلماء بعض العلماء حرموها بعض العلماء تحفظوا وبعض العلماء قالوا مباحة في الحالات الضرورية لكن الحقيقة قبل يمكن 50 سنة قريت عنها بحث طبي والبحث الطبي اللي قريته ده في العادة السرية أن نمرة واحد بتسبب المرض النفسي ونمرة اثنين بتسبب ضعف النظر نمرة اثنين بتسبب الكبت والانطوائية سلت القمم طوي كده وعنده ضمير كده مؤلم لجوة وعندها أضرار كثيرة جدا وكمان برضو عندها أضرار تاني تعوق العلاقة مع الزوجة وهكذا والنصيحة اللي أنا بقولها حسب التقرير ده فيه كلام كثير ما بقدر أقوله على الشاشة أنصح أي زوج بيتولد ما يستعمل العادة السرية خالص ويبتعد من المسيرات الحاجات اللي بتسير الحاجات دي يبتعد منها وربنا تبارك وتعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله معناته زول ما عنده مقدر على الزواج يكون عفيف يحفظ نفسه ولقيت ما ربنا يسهل له أمر الزواج ربنا يستعفف يسعفه الله نعم طيب هو بسأل أيضا من إنه قال هو زي كان أظنه مش الحج أول عمره أول عمره أيوة. وقصر قبل ما يخلع الإحرام أيوة وطبعا إذا كان خلاص سد المناسك العمرة مناسك الحج وقدم دعا لده ما بيأثر يعني زول مثلا يوم العيد رمى جمرة العقبة وحلق قام حلق قبل ما يمر جمرة العقبة برضو ماشي ما بتفرق أي ده لكن المشكلة وين هو محرم بالحج ولسه ما انتهى من المناسك وقام ملص هدوم الإحرام ولبس جلابيته يبقى ده نقول له أنت خالفت ارتكبت محظور من محظورات الإحرام اللي هي لبست المخيط قبل ما تتم المناسك وانت محرم بالحج أو العمرة المطلوب منه شنو؟ مطلوب منه نسك بس والنسك مخير بين فعل ثلاثة واحدة من ثلاثة يا يطبخ خروف يا يطعم 6 مساكين يا يصوم 3 يوم وحجه صحيح 100% نعم طيب ناخذ تلفون ثاني من السعوديه ابو يوسف يا مرحب الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ضيفت معك من السعودية يا أخي. نعم تفضل. أخ محمد كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تحياتي للشيخ محمد أحمد حسن. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. بسأل يا عم الشيخ أحياناً في الزمن ده يعني نسمع ألفاظ كذا يعني متداولة عن كثير من الناس. أي. يقول لك مثلا يعني مجرد اختلاف في الرأي أو في وجهة نظر معينة. نعم. ويقول لك مثلا فلان ده أنا ما عندي معاه شريعة. مع إن هم الاثنين مسلمين يعني. أي صحيح. وثاني مثلا يقول لك مثلا بيت دي ينبقى قبلة أنا ما بمشي عليها أو ما أصلي عليها. فما رأي الدين في مثل هذه الألفاظ؟ أيوة. جزاكم الله عنا خيرا. نعم. بارك الله فيكم وربنا يوفقنا وياكم. أيوة. لما فيه خيري الدنيا والآخرة. بارك الله جزاك الله. وفعلا في ألفاظ متداولة كثير جدا. متداولة أي. وفي ألفاظ كثير زول ما بيرضى يقولها. ناس كعبة. ولذلك نصيحة لإخواننا نحن ربنا رقيب علينا ووكل لنا ملكين رغبة. قال تعالى إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. نعم. يبقى زول يكون حذر الكلمات المتشابهة زي دي وزي الكلام الذكر وخونه في كلمات تشبهها. زول يكون حذر ما يقوله ولا يحكيها خالص ولا يجيب على اللسان. وإذا سمحت صديقك قال ليك أنصح ولا زول استغفر من الكلمة الكعبي قلتها دي. كلام كعب جدا يعني. بعد نسمع من الناس زول يكون حذر لأنه أي كلمة نحن حنسأل عنها يوم القيامة. أي والكلام الكعب ده الملكين يكتبوه ربنا رقيب علينا وفيه مضرة كبيرة وقد ترمي الزول في النار. ولذلك جاء في عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن بلغت ما بلغت فيكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يظن ما تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. شو الوعيد الشديد ده. ولذلك وعيد والحديث من الحديث الصحيح حديث طويل. يبقى شوف كلمة واحدة زول يقولها ما بتظن إن ذنبة كبير قد يكتب بها ربنا غضب لغاية يوم القيامة. نعم. طيب نأخذ مكالمة ثانية من شندي معنا أبو منتصر. مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدل الفضل الشيخ إن شاء الله يا فهد. نعم تفضل. حالك كويسين؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم يا نعم. بدل من حقوق الوالدين. نعم. بدل طبعا من حقوق الوالدين الواحد. الوالدين الواحد إذا مثلا ضرب أبوه أو خدعه من صغره وبعدين بعد يكبر إنه الواحد جناه بيسوي له الواحد لو دارس فاضل للحاجة دي يعمل شنو. نعم نعم. نحن تكلمنا طبعا في الحلقة اللي فاتت عن هذه المسألة لكن يبدو انه يعني حنعيدها ثاني او نعيد الموضوع ده ثاني للأهمية. للأهمية اي نعم. يعني مثلا زي ما ذكرت لما يكبر بجناح بيسوي له الحاجة دي. صحيح. اي صحيح اي فعلا هنا زي ما برضه تكون شنو يعني الواحد لو دارس بعدين بعد ما جناحه يكبر عشان ما يسوي له. جزاك الله خير. ان شاء الله انا اقول لك الحي اللي بتعالج المشكلة دي. في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال بروا آباءكم تبر أبناءكم. تبر والديك يجي ولادك يبلوا. بروا عقيد والديك أي طبعا ده حاجة معروفة. جزاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تعمل الإحسان تلقى الإحسان. اعمل ما شئت كما تدين تدان. بروا آباءكم تبر أبناءكم. يبقى الحل وفي الطزول بر ولا والدين ويجي ربنا يسخر له ولاده يبره. عق والدين وما تاب ورجع إلى الله تعالى برضه ولا يجي من نفس المعامل. لكن طيب فرضنا الزول في ساعة الجهالة والطيش الشباب ما كان بيسمع كلام أبوه ولا أمه وكان عاقهن بعدك اللبه واللوم رحلوا الدار الآخرة هو قام تاب توبة نصوحة ومتمسك بصلاته بعبادته لكن حق والدينه دي المؤثر فيهم. يبقى نقول له أخونا ورد حديث عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد يموت الرجل والداه وهو عاق لهما فيدعو الله لهما من بعدهما فيكتبه الله تعالى من البارين.
رواه الحافظ العراقي وقال يعني زول ما يندم أصلا هذا حديث صحيح مرسل هاي يبقى هنا دا زول أبوه وأمه مات وكان عاقهن يدعو ليهن بعد ما يموت يصدق ليهن يكتب من الباري. نعم إن شاء الله. طيب معنا أم آية من السعودية، مرحب. ألو معنا أم آية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة السلام عليكم. نعم عليكم فضل. السلام ورحمة الله. سامعينك. هاي يقول نعم. كيف جان محمد أحمد حسن في مرحب. الله يبارك فيه. ألو. نعم. ألو. معاك نحن سامعينك. ألو. مرحب يا أم آية. ألو. أم آية لو ما سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. يبدو ان هي ما سامعانا يعني. لكن يبدو ان احنا حقيقه اخونا ابو منتصر رجعنا للمساله بتاعه حقوق الابناء. أيوة. زي ما على الاباء يعني حق من ابنائهم انه يوقروهم ويحترموهم ويبرهم. أيوة. ايضا كيف يبر الاب ابنه، وانت بديت في حديثك. أيوة صحيح. يعني احيانا في حق الان في اقول لك في حقوق الطفل يعني قوانين الدوليه. أيوة. انه يجب انه عند الطفل حق في التعليم، حق في التسميه، حق. أيوة. نحن ما ننسى انه حتى الاسم نفسه. أيوة. هو الاسلام ثبت لنا انه يجب انه الانسان يختار حتى الاسم. أيوة. الجميل الجيد. أيوة. كثير من المشاهدين بيسالونا بيقولوا يا اخي نحن دارين نغير اسماءنا لانه قبيل ابونا ما احسن التسميه. أيوة. قبل ما نخش في هذا الموضوع ام اي رجعت لنا ثاني، مرحب. ألو ألو مرحب. ألو ألو مرحب. ألو شامل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحب. الحمد لله. ألو. نعم معك. نحن بدأ الشيخ والله في الحقيقة أنا كنت رح للميشنين وكانت الزمن يعني اللي رغمتم ده عشان ما أصلي. نعم. أنا كان حلمانة بغسل لي في عدة ف يعني راجل لابس جلابية بيضاء ف زم قال لي اديني صحن. صحن صحن. فقلت له شيل اللي أنت عايزه. شال الصحن بابتسامة كده فزم قال لي هات أكلي فيه معبد. معبد. فابتسم كده وطلع. أنا استلمت منه الصحن. فبعد طوالي بدي جيت تاني داخل ثاني راجل قمت سألته. قلت له في حد طلعني هنا انت عارفه؟ قال لي ده الرسول عليه الصلاه والسلام في الحلم برضه. الحلم ده حكيته له كم حد كده وما شافه كده. فكلهم قالوا لي يمكن تجيب ولد تسميه معبد او حزوري تقدر ان شاء الله. السؤال الثاني بس انا فاتتني صلاه فرض وجيت دخلت في الفرض الثاني عايز اصلي. اصلي الفرض الاول واقبل الاول الثاني ولا أقضي أول وأصلي؟ نعم. الأخير. نعم. والسؤال الأخير. الأسبوع الفات سمعت إنه الواحد لو جاي يغتسل وفي جسمه في كريم أو في شعر يغسل. نعم. إذا أنا عايز أتوضى وضوء للصلاة للفرض ويتمسه كريم، هل أغسله برضه يعني فازلين أو جلسين أو أي حاجة؟ نعم نعم. أمسح حاجة. نعم شكرا شكرا. عايز أصلي. أغتسل برضه الصابون ولا أتوضى عادي وأصلي؟ جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. هاي بالنسبة للمنام، المنام ده غايته فيه إنه هاي لأنه الأول راجل ولابس أبيض وده ورق واكتبه معبد، وتاني قالت الزول مرق، وتاني قال لا ده الرسول. هو طبعا الزول اللي بيشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يشوفه حقيقي ويعرف إنه ده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بس شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة إنه منام قصير، شافوا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة، ولما يصحى يلقى نفسه في سعادة عظيمة جدا. ده يكون رؤياه حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن أي مداخلات تكون فيها إن يبقى منام أختنا ده فيه إن. نعم. بعدين الحديث بالأشياء دي يا مولانا كثير من الناس بيقول لك نحن شفنا وشفنا. أي طبعا ده يعني الحديث بها هل من باب ال يعني هو طبعا يعني هي بأخذنا داري تفسر المنام بتاعه. نعم. أنا فسرنا لها. نعم. طيب. طيب
نحن نمشي للسؤال الثاني. قالت لو فات فرض أصلا وجاءت ولقت الإمام بيصلي في فرض أصلا، هل تدخل معه مباشرة ولا تقضي أولا؟ كويس. هنا في حلين. الحل الأول إنها تمشي بعيد تصلي الفرض الواجب اللي عليها المتروك، يعني نضرب لنا مثال واحد أو واحد دخل المسجد عشان يصلي المغرب وما صلى العصر ولقى الإمام قام ده صلاة المغرب، أو ما صلى الظهر ودخل عشان يصلي الظهر وبعدين يصلي العصر اللي قام صلاة العصر. في الحالة دي يزول يطلع من المسجد بيضار الحيطة كده يصلي الظهر ويجي الحقهم في العصر، ما لحقهم يلقى زول يصلي معه ويصلي برا. الحالة الثانية يدخل مع الإمام في صلاة العصر، يصلي العصر مع الإمام، بعد الإمام ما يسلم يمشي يصلي الظهر ويعيد العصر ثاني، لأنه الترتيب واجب في الصلاتين والمرتبات. طيب أنا عندي استفسار في الحتة دي يا مولانا، لو نفرين ثلاثة جو خشي مع بعض دارين ويقول الإمام بيصلي في العصر، هم الاثنين أو الثلاثة ما صلوا الظهر، هل يقيم صلاة جماعية؟ انطبق نفس الكلام اللي قلنا دي انطبق لا يصلوا فردا ولا جماعة في حالة زي دي؟ ممكن لو مشوا بر بعيد ممكن يصلوا جماعة الظهر ويجلحوا الإمام في العصر، أو يصلوا كل ذول برا ويجلحوا الإمام في العصر، أو يدخلوا مع الإمام في العصر وبعد ما يسلم الإمام يتروا لي ورا يصلوا الظهر يا جماعة كل ذول برا وبعدك يصلوا العصر جماعة. نعم. طيب نأخذ مكالمة قبل ما نرجع لباقي سؤال. أم آية معنا أبو الوليد تقريبا، مرحب. ألو مرحب. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذيك الله يا طيبة، سؤالي مولانا أحمد الحكم. نعم تفضل. يا مولانا الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا مولانا. دخل تحيه المسجد هاي قلت الحمد، فهل عليه صوره اقرب على الحمد صوره ولا الحمد فقط؟ واذا كان بعد الحمد فش هل عليه يساوي؟ كويس. لان انا صليت قريت بصوره واحده بالحمد. نعم سامح. هي حقت المسجد. كويس شكرا جزيلا. هنا العلماء قالوا صلاه النفل وتحية المسجد من النوافل، يجوز تقراها بالفاتحة بس ويجوز تقراها بالفاتحة والسورة. وإذا الزول بيقرأ بالفاتحة والسورة ونسى الفاتحة السورة ما عليه وش يجوز سوى، لأنه يجوز صلاة النفل تصلىها بالفاتحة والسورة ويجوز تصلىها بالفاتحة فقط. أما صلاة الفريض الصلاة الرباعية الركعتين الأوائل نقران بالفاتحة والسورة والركعتين الأخرانيات بالفاتحة بس. طيب حديث أختنا أم آية قالت يعني هي لو دارت تتوضى وعندها كريم ولا كده، هل يجب أنها تغسل بالصابون أولا؟ أي نعم، إذا كان في كريم كثير وظاهر في الوش في اليدين ودارت تتوضى ده اسمه الحايل المانع، لابد تصبن يدين تصبن وشها تزيل الحايل المانع بعدين تتوضى. أما إذا كان سويته بالليل وأصبح الصباح زي الناس اللي بيسووا الجريسلين والفازلين بالليل، الصباح ما بيكون له أي أثر، الجسم يكون شربه مو يتوضى طوال. لكن لو في أثر والأثر يبين أول ما الزول غسل يدين الحاجات الجلبة اتزحلقت كده لأنه الدهن فيه حاجات مايعة كده، هي غسل بالصابون يتوضى. يبقى نقول لأختنا دي تسوي كريم في وشها والكريم موجود وكثير، تصبن الوش تزيل الكريم بعدين تتوضى. نحن أبو الوليد قبل فيه باقي كلام قال هل يعتبر سجود سهوي لو نقص الصلاة في 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 النفل؟ ما النفل طبعا يجوز يتفادى ويسجد يسجد للسهو في النفل. في الفرض طبعا سجود السهو سنة. نعم. للزيادة أو النقص، لكن في النفل ممكن تتلاشى. نعم. تتلاشى كيف؟ نويت تصلي ركعتين وقمت في الركعتين بدل ما تقدر تشوف تسلم وقفت عليه حيلة، ممكن تجيب الركعتين تاني بقين أربع وتسلم. نعم. لين صلاة. نعم. طيب معنا من السعودية أبو عمر، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. أفضل شيء التلفون شيخ محمد الحسن لو تكرمت يا أخي. نعم حنديك لو إن شاء الله عقب، يعني لو عندك سؤال ممكن تأخذه من المخرج. نعم التلفون خاص يعني. نعم ممكن تأخذه بعد بعد ما تكمل سؤالك معانا مع الكنترول. عندك سؤال؟ الله يجزيك الخير وأشكرك جزيل الشكر. عندك سؤال؟ ما خلاص يبدو إنه هو دار التفاصيل بعدين بس. أي خلاص. نعم. خذ الناس الكنترول يدوك التلفون الخاص. نعم.
بعدك ان شاء الله تضرب لي بعد ان شاء الله الحلقه. نعم. طيب نحن قبل قلنا حقوق الابناء من ضمنها حق التسميه. ايوه صحيح. وحق التعليم فعلا. اي المطلوب انه الاب والام يختاروا لابنهم الاسم السمع. واسمح الاسماء في الاسلام ما حمد وعبد. حمد محمد، محمود، احمد، حامد، حامد، دي اسماء حمد. عبد عبد الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الفتاح، عبد المنعم، عبد الودود، دي أفضل الأسماء. وكذلك اسم البنات إنه أسامي الصحابيات. يعني ذول يختار الاسم المناسب. بس ما يسمي الأسامي بتاع الشياطين وبتاع الكفار المشهورين بأسامي. زي اسم فرعون. نعم. طيب نأخذ معنا مكالمة من ليبيا. أخونا أحمد مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال لو سمحت. نعم تفضل. الواحد إذا أفطر في رمضان اللهم صل الله عليه وسلم باتصال مثلا جنسي أو اتصال بزوجته أو كذا، فكيف يفطر هذا؟ في تقصد في يصوم شهرين متتابعين أو يطعم في متعجز عن الصيام؟ نعم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. زول طبعا هنا ده في رمضان الإفطار على نوعين، زول فطر باللكل وزول فطر بالمعاشرة مع الزوجة في نهار رمضان. زول الفطر بالمعاشرة الزوجة ده المذاهب الأربعة قالوا عليه القضاء والكفارة. القضاء يصوم يوم والكفارة يصوم 60 يوم، هاي مرة بعض كده. ده بالنسبة للزول كده. أما زول الثاني الفطر باللكل عمدا في رمضان، هنا الجمهور قالوا عليه الجمهور المالكية، أنس أبو حنيفة، الحنابلة قالوا برضو على القضاء والكفارة. هنا الشافعية قالوا يعني عندهم بعض الغول يقول إنه عليه الإطعام بس، يطعم 60 مسكين. أما ديلك الثلاثة قالوا لا ما في إطعام، يصوم 60 يوم. طبعا زل في الحالة دي الزول اللي بيصوم 60 يوم ده، فرضنا زول عنده سكري ما قاعد يصوم في رمضان. نعم. يبقى الحل دي يطعم 60 مسكين. ويصوم يوم واحد ويطعم 60 مسكين. نعم. لكن الزول المعافى بطريقة المعاشرة الزوجة المذاهب الأربعة يصوم القضاء والكفارة 60 يوم. ذلك في بعض الفقهاء زي الشافعية خففوا شوي قالوا يطعم. نعم. الثلاثة قالوا يصوم. نعم. طيب نحن لو رجعنا لكلام التسمية، أنا لاحظت كثير من الأسر الواحد يعني ما بيتريس أو يكون تحصل له حاجة عارضة يقوم ينذر أو ينذر، يعني يقول والله أنا أنذر كده لو حصل كده. أيوة. أنا حأسمي الولد فلان. أيوة. كيف نحن نتحرى يعني الطريق الأمثل في أنه نسمي الأولاد في الوقت المناسب؟ أيوة. يعني ما نقوم نسبق الأحداث. معليش ما في مانع، زول لو نزرت قالت يا رب كان رزقتني ولد أسمي محمد، رزقتني بنية أسميها فاطمة، اختتاب اللي يكون زول مثلا فجأة جاته حاجة عرضت له قدامه كده أو حدث. أو لا قال زول بيعرفه أو في بيشاهده في مسلسل. بس المهم يكون شنو الاسم. ما إذا عجبك اسم أنت مثلا بتستمع للبرنامج في التلفزيون في الإذاعة وظهر لك اسم سمح وجميل وقلت كان جابوا لي بيت جابوا لي ولد سمي الاسم ده، ما ممنوع. ما ممنوع ما دام الاسم سمح. هاي ما ممنوع. شفت لك برضو سمعت لك زول كده يقول كلام طيب وكده وعجبت به وعقدت اختدام به وسمى ولدي كده، ما في معنى. نعم. بس طيب. الزول يتجنب الأسامي الما كويسة يعني، لأنه مرات النذر ده بدخل الناس في حتات ضيقة. أيوة. وتبقى بعدين مشكلة و... أيوة. نعم. طبعا الزول يختار الاسم اللي بيتناسب مع الطفل لما يكون صغير ولما يكون كبير. أيوة. طيب معانا أبو علي، يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. والله سؤالي إذا حضرت الركعة الأخيرة من العصر أو المغرب أو الظهر بدأ عند الركعة الثلاث ركعات أو الركعتين، هل أتممها يعني أعتبر بعد ما جاءت الركعة الأولى الركعة الأخيرة اللي حضرتها معنا الأولى والثانية، هل أقرأ فيها الحمد وسورة ولا كويس؟ نعم أيوة. أرتبها على حسب إنه الركعة الأخيرة اللي حضرتها دي أعتبرها الركعة الأخيرة لي. أيوة. وأجيب ركعة أولى بالحمد وسورة وأسجد، وأجيب ثاني ركعة بالحمد وسورة
واجيب ثاني ركعه بالحمد بس ولا نعم كويس يعني. انا على حال كل اتمامي للصلاه كان بالطريقه زي دي. ايوه صحيح ما بطل. اي في عندنا طبعا المالكيه نحن بنفتي دائما بمذهب المالكيه لانه ناس السودان مذهبه مالكيه. نعم. المالكيه عندهم القاعده، القاعده بتقول ما ادركته مع الامام فهو اخر صلاتك، وما فاتك فهو اول صلاتك، تقضي الاقوال وتبني الافعال، دي قاعده عند المالكيه. نضرب لنا مثال، زول حصل الركعه الاخيره من صلاه العشاء مع الامام، أول الإمام ما سلم ويطوال يقوم عليه حيله، وبعدين يعرف تعتبر الركعة اللي حصل مع الإمام دي حسب القاعدة هي ركعته الأخيرة أو ركعته الرابعة. ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاته. بعد كده يقوم طوال يجيب له أول صلاته، يجيب له ركعة بالفاتحة والسورة وجهر، ويركع ويسجد يقعد يقرأ التشهد، لأنه بيبني في الأفعال على رأس كل ركعتين بيقرأ التشهد. قرأ التشهد الثاني يقوم يجيب الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة وجهر، لأن حسب القاعدة بتكون الركعة الثانية، ويركع ويسجد وما يجلس، يجيب الركعة الرابعة بالفاتحة وسر ويقرأ التشهد يسلم. لما نجي نحاسبه نلقى صلى ركعتين بالفاتحة والسورة وركعتين بالفاتحة بس. الركعتين بالفاتحة بس اللي حصلها مع الإمام وجاب آخر شيء، والركعتين بالسورة الفاتحة قام جاب سعد قام بعد الإمام. يبقى أي زول يحفظ القاعدة دي تاني أي مشكلة، مشكلة الصلاة دخلها مع الإمام يعرف يعالجها كيف. ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك، تقضي الأقوال وتبني الأفعال. نعم إن شاء الله. سنعود لمشاهدينا الكرام بعد الفاصل ونواصل. من جديد نرحب بمشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج بصحبة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. بدينا حلقتنا للحديث عن عدد من الموضوعات، وخصصنا هذه الحلقة في بدايتها لحقوق الأبناء على الأباء. حقيقة نحن بنشوف كثير من الأسر الآن يعني، وفي الأسواق خاصة يا مولانا، أنه أولاد صغار جدا في السن يعني بيكونوا شغالين في الشميس وفي ظروف قاسية جدا، وكثير من الأسر هي محتاجة صح عشان تعيش نفسها وكذا. لكن هل من حق الأسرة أنه تشغل الإبن في عمر زي ده؟ نعم، لا، مطلوب من الأب والأم أن يحرصوا كل الحرص أن الأولاد الصغار دي ليفرقوهم في سنهم الصغير ده للتعليم. تعليم القرآن، تعليم المدارس، العلوم الأكاديمية، أسسوهن على العلم الأكاديمي والديني والأخلاق، ويكونوا قدوة لأولادهم. وهم يبذلوا الشيء ربنا يقسموا له ويعيش، لكن ما يكلفهم فعل بيشغلوا، خاصة الولاد الصغار وكذا. إلا إذا كان ولد مثلا أبوهم وتوفى وأخوانه صغار وكذا يشتغل معلي. المخاطر اللي بتواجه الأطفال في حالة زي دي، هاي طبعا خطر بتخليهم يعني يضطروا يسرقوا ويشحدوا وحاجات زي كذا. لابد الزوال الأب والأم بقدر الإمكان يوفى
يوفر لأولادهم القوت الضروري عشان يكون عفيفين ما يمد يدهم يشحد ولا يمد يدهم يسرقوا وبعدين يعلمون يحرص عليهم يعلمون حسن الخلق ويعلمون يخلوه يمشي المدرسة في بعض احنا عارفين دينار انفقته على أبنائك خير يعني صح خلوهم يتعلموا إذا تعلم الساعة يتعلموا من مرحلة الأساس من الروضة لغاية ما يشقوا طريقة بعد كمان نحن برضو ننصح إنه الآباء إنه يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم يعني ننصح الأب والأم في الونس بيناتهم ما يجيبوا الكلام القطيعة فوق الناس والولاد قاعدين لأنه الولاد ديلا هم بالرغم أنه صغار بيشوفوا أي كلام يسمعوا ما بينسوا نحن هسه ممكن نسمع كلام هسه بعد شوي ننسى لكن هم ما بينسوا يحفظوا أي حاجة ويعرفوا أي حاجة ولذلك ننصح الآباء والأمهات الولاد موجودين أوزنوا كلامكم وخلوا كلامكم يكون موزون ما يكون فيه قطيعة فيه سخرية فيه استهزاء فيه الأمور الخاصة بين الزوج وزوجته ما نتكلم بها قدام الأولاد حتى ولو الأولاد نايمين زول قد يكون نايم لكن ما غرقان في النوم بيسمع ساعة مرات أنت تكون نايم في ناس بيتكلم وتسمع كلامه وانت نايم يبقى دي من التربية السمحة إن نكون قدوة حسنة لأولادنا وزمان حبوباتنا كانوا يقولين إن جافيت لا توري جناك إن حاننت أوري جناك ده كلام فيه حكمة ولا بالرغم انه كلام حبوبات يعني يلب ويلم اذا عملت لك شيء كعب ما تخلي جناك يشوف سويت لك شيء سمح خلي جناك يشوف عشان يقتدي به هاي نكون طيب. قدوة حسنة لأولادنا عشان لما يكبر ينفعونا طيب وصلنا سؤال عن واحدة قالت هي عندها صاحبتها واختها ارتكبت معصية وحملت بالحرام وهي أظنها جوها وعشان تساعدهم هي أظنها اتصلت بطبيب تعرفه وقام أجهض البيت اللي حامل دي وهي بتسأل عن ذنبها هي كساهمت بطريقة مباشرة ممكن يكون الحمل كان في الشهور الأخيرة وهي زي ندمان على الفعلتة دي وبتسأل هي ذنبها شنو يعني وكيف تتوب من هذه المسألة طبعا يا أخوانا كل العلماء اتفقوا كل علماء العالم الإسلامي اتفقوا على أن يحرم إسقاط الجنين في مراحله من البداية إلى النهاية بدون استثناء من بداية الجنة درجة في بطن مخلاص ثبت الحمل يحرم إسقاطه بأي حال من الأحوال حتى ولو جنى غير شرعي يحرم إلا في حالة نادرة الحالة النادرة حالتين اثنين الحالة الأولانية إنه الجنة ده أثبت الطب عدد من الأطباء على أن الجنة ده لو يستمر في بطن أم لغاية ما تلداه حيؤدي إلى وفاة الأم حتما يبقى في الحالة دي القاعدة بتقول اسمه ده اللي هو ارتكاب أخف الضررين اللي هو نسقط الجنة محافظة على الأم نسقط الفرع هي الأصل يعني هي الأم الأصل والجن هو الفرع يبقى نسقط الفرع اللي ما حافظ على الأم لأنه ما في مفر من ارتكاب واحدة من اثنين أو ما دام الأم حتى يؤدي للوفاء نسقط الجن الحالة الثالثة اللي أباحوا العلماء قالوا أثبت الأطباء عدد كبير أثبتوا على أن الجنين ده لو خلينا في بطن أمه مشوه الخلقة ولا يمكن تصليحه في بطن أم عن التشويه ولا يمكن تصليحه بعد ما يتولد قالوا برضو في الحالة دي عشان ما يجلب المشقة والعنت لوالدينه وما حينفع يبقى الحالة دي يجوز إسقاطه بس الحالتين ديلة الأباحة فيهن العلماء والعلماء فيه إسقاط الجنين أما غير كده لا جنى شرعي غير شرعي رقد في بطن أمه يحرم إسقاطه الساعة البدي يعني ساهمت ودلت على أنه لناس وجن ناس ديلة عدوا الزولة دي دواء والدواء أي حاجة أسقط الجنين والجنين عمره 7 شهور طبعا ده ذنب كبير لأنه قتل نفسه ده نفسه 7 شهور ده ما خلاص ممكن يعيش ولدته أمه لو ولده بعملية برضو جانا 7 شهور قاعد يعيش يبقى ده ذنب كبير خالص عدل المطلوب من الناس ديل اللي اشتركوا وهي ندمانها الآن الندم ده المفروض توبة نصوحة
وندم شديد ندم ندم واستغفار وندم واستغفار وندم وصدقه وكذا وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. المساله دي يبدو انها هي في الآونة الاخيره كثرت لاسباب كثيره جدا انت عارف عن القنوات الفضائيه ساعدت في 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 الترويج للمجانه يعني والمساله اصبحت المساله يعني صعبه جدا جانب كبير خالص يعني المجون اصبح كثير جدا. نحن ندي نصيحه لكل الشباب انه كيف يخرجوا نصيحه لذول يعني ما موضوع الزنا ده ربنا تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني فعلة متناهى في القبح والشناعة وساء سبيلا يعني بئس الطريق الموصل لنار جهنم اللي هو الزنا. يبقى الزنا طريق موصل حتما لنار جهنم. وبعدين كمان الزنا ده مش يعني زي زول السرق وخلاص، الزنا ده بيترتب عليه مشاكل. شوف هسه عزول الزنا بالبدي وحملت، شوف ترتب عليه كم قضية. شوف الناس اللي اشتركوا، شوف البدي انضرت، حطمت نفسها، حطمت شرفها، أي خلاص أنا ما نابع. نمرة اثنين، شوف الناس اللي اشتركوا دي اللي ارتكبوا ذنب جريمة القتل العمد. وشوف ده كله السبب شنو؟ الشاب ده المشى زنب البدي. شوفوا كمان عقوبته حتكون أشد من عقوبة البدي. ولذلك النصيحة نوجهها لشبابنا، خليكم عفيفين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى الزهل للشباب دين ننصحكم أنه يعني ابتعدوا من الفاحشة دي عشان ما تضر نفسك وتضر الآخرين. وشوف البدي هسع الضرر اللي حصل لها والزول ده حطمت. يبقى ننصح الشباب كونوا عفيفين بعيدين من الحاجات المسيرة دي. وربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله يحفظك، تحفظ ما تضر ليك زول ربنا يحفظك. وفي الحديث الثاني من ضار مسلما ضره الله. يبقى هسه على الناس زي ضره بدي. طيب نحن عارفين انه الابناء في مرحله المراهقه بيحتاجوا لرعايه خاصه جدا طبعا. اي فعلا يعني احنا الاباء عندهم دور ما يمارسوا ضغوط على الابناء كيف يعني يديروا امرهم في مرحله زي دي. ونحن عارفين الان امامنا ظروف صعبه جدا فعلا. هو طبعا الشاب في مرحله البلوغ وسن المراهقه خلاص من الصعب تاني الاب والام يقدروا يتحكموا فيه، لكن الشاب ده من هو صغيرنا 7 سنة وعلمناه نسوق معانا نمشي المسجد السن من الطفل ما في طفلين، في طفل مميز وطفل غير مميز. الطفل الغير مميز انا اصليه، انا اخليه اصلي مع امه في البيت مع اخواته، ما نخليه يجي المسجد عشان ما يشوش يعمل يلعب وينطط للمسجد. اما الطفل المميز اللي عمره 7 سنة فما فوق ده المطلوب نحن نفصل له ملابس خاصه بالصلاه ونسوقه معانا يمشي المسجد، وقبل ما نسوقه معانا نعلمه كيف آداب المسجد وكيف يتوضا وكيف هدومه تكون نظيفه طاهره من النجاسات. نركز نأصل فيه الحاجه دي لانه طفل نقدر نعلمه لما يمشي يبول كيف تبول وكيف تسوي كيف تستنجي. لكن زول وصل عمره 18 سنه يجي نعلم نقول له لما تمشي للدخانه سوي كذي ما يقبل مننا. يبقى من هو صغير نحن نعلم الولاد ديلا ونأسسهم، بعد كده ما علمناهم الصلاه وترسخ وكده لما يوصل 10 سنة خلاص ثاني ما بيخلي الصلاة أصلا ولا داعي له مراقبة. نعم إن شاء الله. معانا من أم درمان فاطمة. يا مرحب. ألو مرحب. ألو أهلا وسهلا محمد أحمد حسن. أهلا مرحبا. السلام عليكم. مرحب. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. نعم. والله كان مشيت الحج والعمرة وبعدين أقول كان دايما بيتكلم بالبيضات وبيمرسه وأنا أول ما مرست من العمرة لسه إن شاء الله سبقه من بسنته. ما سامعين صوتي كويس، حقه تخفض صوت التلفزيون وأتكلم معنا طوالي بالتلفون نحن سامعينك يعني. قلت العمرة سويت شنو في العمرة؟ والله كان بيتكلم لي اخوي وبين ميداته وبين مرته. وانا مركت من العمره لسه تبقى من بسنته. مركت من العمره يعني خليت العمره يعني ولا تميتيها؟ لا عمرت ومركت. عمرت تميت العمره؟ طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروه وقطعت لك حبيب الشعر مش كذي؟
خلاص وخلاص اديت العمرة. سؤالك عن شنو؟ قلت الكلمة دي. قلت شنو انت؟ الكلمة دي. الكلمة دي سؤالي عن بيت. بيت؟ قلت اخوي كبرته بالليداته. سويت لي شنو؟ قال لي بتتبع لي دايره. قلت ان شاء الله تبقى من بتنته. قالت يبدو انه هي كانت العمرة وعندها اخوها بزوجته يعني باولاده وهو اظن داير البيت. قالت ولا شافته هي انا ما عارف حسب كلامه. قالت ان شاء الله تبقى من قسمته يعني. ايوه يعني دعت لاخوها انه ان شاء الله البيت اللي هنا دي تكون من قسمته. هو داير البيت دي يتزوجها. ايوه ما في احد سؤال شنو سؤال بس قالت ما في هنا ما في سؤال حقيقه. ما في. لكن هل بتعتبر نفسها كانها بتسال هل هو باولاده يعني في داعي ثاني؟ هم يتزوج. نعم ايوه. الكلام ده كان سمعته زوجته اخوها كان دقتها. ما في حاجة ان شاء الله رب العفو طالما في الطاعه يعني. ما في اي شيء. نعم. لكن هي بتعتبر نفسها في محلها يعني. اي صحيح ما في حاجة ان شاء الله فلتت منها يعني. اي ما في اي شيء ان شاء الله. نعم. طيب نحن حقيقه المسائل مربوطه مع بعضها البعض. يبدو انه معنا تلفون ثاني. الو مرحب. معنا جيلي. يا مرحب. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل عن نحن بنجي من السودان بطريق العمرة. فبعد ما نقضي العمرة. نعم. بنمشي نشتغل يمكن ثلاثة سنة يمكن سنتين يمكن كده. نعم. والواحد من هناك بيجي بعد الناس بديون. هل العمرة صح أم لا؟ وتاني صلاة الجمعة لو لا فاتتني ركعة. غدرت ركعة واحدة أقوم أصلي الظهر أربع ركعات ولا أصلي ركعة وبس؟ نعم شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيه طبعا استلف قروش مشى العمرة. وبعد أدى العمرة مش اشتغل. وقال عليه ديون. ما ممكن يرسل الديون دي بعد ما اشتغل. يرسل الديون للناس الدايرينها منه. هو استلف لي قلوش مثلا. العمر بمليون ونص استلف لي نص مليون وتمها مش العمرة. هو مش اشتغل يعني. يوقف الحالة دي أول ما هي مسكتها رسل سدد الدين يعني العليم. للعمرة ممكن أزول الدين؟ طبعا اذا كان مبلغ بسيط ناقص وطبعا ما مستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن زول قال يا اخي عندي مليون. هو يبدو انه هدفه كان الشغل ما هدف العمره. هدفه غالبا الشغل. يبغى يسدد الدين اللي عليه. الدين ده ما بيسقط والزول يبادر بسداد الدين. نعم. قال هو صلاه الجمعه. صلاه الجمعه لو فاتت رقعه واحده. طبعا الزول لو حصل رقعه من صلاه الجمعه كامله لما الإمام يسلم يقوم يجيب له ركعة واحدة ويكون أدرك الجمعة. نعم. حصل الإمام في الركعة الأخيرة راكع ووقف في الصف عمل النية وكبر تكبيرة الإحرام من قيام وركع لسه الإمام راكع رفع الإمام رفع أدرك صلاة الجمعة. نعم. بعد سلام الإمام يجيب له ركعة. ركعة واحدة. لكن لو حصل الإمام راكع ويكبر أو دار يركع لقى الإمام رفع يبقى الركعة دي فاتته وهي الركعة الأخيرة يتابع الإمام ولا ما يسلم هو يقوم يصلي أربع ركعات. أربع ركعات. نعم. طيب معانا من الدوحة عبد الباقي. مرحب. ألو. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا محمد. مرحب بك. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟ نعم تفضل. أسمعك أنا عندي طبعا أخونا كان تعلق علينا كنت كان أبوي يطلق والدته طبعا. وبعد تقريبا 12 سنة. والولد داري يتزوج وقال له العفو تختار عرس وقال لي يا والده اذا ما رجعت امي انا بحرق العفو تختار الزواج ده كله. بعدين الوالد قام رد الوالده ورجعها. والوالده ما شاء الله حمله في جابة الولد ما رايدين في ذلك. نعم. نعم. أيوة. كويس برضو الولد برضو بقى شاطر يعني عالج المشكلة. ما أبوه مطلقهم زي مارس ضغط على والده. أيوة مارس الضغط دفع الخير. فعل خير. لكن لو اللبو قام شدد معاه كان يرخي. لكن الحمد لله الوالد ما شدد. والوالد ذاته يمكن داير السبب عشان يرجع له. ولقى الفرصة الولد برضو قال لي يا أبوي ما رجعت أمي عفشك ده بحرده. قام اللي برجع له برضو خير. نعم نعم. ده من باب الإصلاح. من حقه باب الإصلاح ده نفرد له حيز. صحيح. يعني كثير من الناس مرات بيكذبوا عشان يصلحوا بين شخصين. صحيح. المسألة دي فيها حاجة؟ ده ما فيها حاجة. الصح ده ما بيعتبر كذب. بس يكون شنو؟ وضغط. أدى أوامر لأبوه. لكن أوامر
فيها مصلحة وأداها كلمه بطريقة فنية طريقة أدبية. أنت اديتني العفش ده قلت لي عشان تعرز بيه. أنا العفشك ده إذا ما رجحته ملي عصمتك أنا عفشك ده ما بأخذه. علبه قام رجع لهم خلاص خير. نعم ناحية يمكن يكون في خواتيم هذه الحلقة دارين ندي نصيحة شاملة وعامة خاصة للموضوع المتعلق بحقوق الأبناء على الأباء. نحن كنا تحدثنا عن العكس مباشرة يعني بر الوالدين كيف نحن نأسس لأسرة سليمة ما فيها أي مشكلات قائمة على الاحترام المتبادل وقائمة على القيمة الفاضلة اللي ربانا عليها الإسلام. نعم هو المطلوب يعني الآباء والأمهات يعتبروا الولاد ديل يعني هم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وبعدين الأبناء ديل أنت لما تسعد بتربيتهم وعنايتهم وتعليمهم وصحيتهم وعافيتهم ده ما أجر عظيم أجر عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. على جاريتين يعني ربنا رزقهم بيتين بس واعتنوا بيهن أكلون يشربون علموهن أدبوهن طلعن بنات متدينات شابات هذيلا يدخل اللب واللوم يدخلوا يجلن فريقهم من درجة الرسول فرق الله صابع ده سواب عظيم ده بيتين. في ناس تلقي عنده ستة بنات سبعة بنات يبقى العناية بالأولاد ديل وتربيتهن وتأديب ثواب عظيم. وزي ما ذكرنا في أول الحلقة الولد ده بدي لما نحن نربيهم تربية دينية ويشب على طاعة الله أي عمل صالح يعملوا نحن عندنا منه ثواب سواء كوان حينا ومتنا عندنا ثواب. نعم. لأنه يعتبر الولد ده الصدقة جارية بالنسبة لي. نعم. لكن الولد ده ما علمناه طلع لا بيصلي ولا حسن على الصلاة. نعم. ولا رقمنا في الصلاة ومنه صغير ما بيصلي ولعب ولا بيصلي ولا منهتم به يبقى الحالة دي ما بيكون فيه خير. نعم. شكرا جزيلا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن وشكرا لكل مشاهدين الذين اتصلوا علينا وساهموا بالأسئلة لفائدة المشاهدين. كما أشكر الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة وأشكر كل من تابع هذا البرنامج على الهواء مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.